شفيت يا ليل الجراح، ما جبت أخبار الصباح، غيرت منديل الوفا بين المسافة والرياح. وإحنا هنا والانتظار نتوسد أبواب الحصار، مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار. واحنا هنا والانتظار متوسد ابواب الحصار، مرت بنا شمس الحزن تغلق شبابيك النهار. أرجوك يا سرب الغيوم، اروي مرايا العيون، بين المواجع والألم لا قلب نام ولا جفوف. أرجوك يا سرب الغيوم، اروي مرايا العيون، بين المواجع والألم لا قلب مشاعرنا الثمان، طولت فينا هالفراق، وسكيتنا مر الحزن. انقذ على المعازم، ما انا ادبركم كل شيء. يا ليت تسمعون الكلام وتفهمون. إذا قصدك على اللي صار في الساحل فما ذنبي أنا إذا كان غيث جبان. وبصراحة أحسن أحسن يوم ما سواه وقتها. سير خل جميلتي. وإيش تبابها؟ عندي لكم بشار. جميلة، أخوك ضاوي هني يا بيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم؟ ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين؟ فويل للمصلين. فويل للمصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بتتزوج؟ فرحتيلي؟ أكيد يا أخوي، وأنا من اللي غيرك حتى أفرح لك. عاشت الأخت، عاشت. ومن هذا اللي فرت لك مخك عن بنت النوخذة؟ ها؟ بتعرفونها متى؟ ولا ما تباني أخطب لك ياها؟ ما أبغى أعذبك. وأبويا؟ ما تباني أخطبها لك؟ قلت لك السبب.
إذا قصدك عذاب المهر والزهبة والحق بقوة أختك سدادة. وركبة أختها من وين بتجيب؟ من مخبات زوجها. مكان العروس بعيد، أصلا هي يتيمة ما لها إلا أبوها، وأنا اتفقت معها على كل شيء. وإن شاء الله ما تبقى العرس بعد. العرس غير، تعذبي في عرس أخوك على كيفك، تفلفسي وتدلعي. عمتي؟ لا، اللي شاغل عمتي معابد شيء كبير كبير لدرجة انها ما راحت اليوم تعلم الصغيرين. زمزم خليني مشغولة. افا يا عمتي. زمزم قلت لك مشغولة. الامر مكروه لم يكن تكليف واحد. زمزم صبر شوي. يلا تعلم. خلص القراية أول بواحي بعدين. أقول لك أباك انتي وريا تمشوا باكر المزرعة تشوفوها وتطمنوني عليها. إن شاء الله. زين شي تبي غيره؟ إيش هو؟ نمس معي شوي. انزين من اقوض قرايه بعدين بنهمك. زين ما بعد هي. ايش هالحاله؟ حشا خرابه، ما كان عابد قايل شيء ولا كانه مصطبابي عليها. انا ما بسكت على هالحاله ولازم اخبر عمتي عشان تتصرف مع هالمخلوق. طرشت خميس وراك وقال ما متفيك مشغول. شغلك المزرعة؟ لا، تبدل الحال وشغل البيادير والدرناء. من متى؟ من زمان زمان. والغواز اللي تاخذها منك كل شهر تعتبرهن كفارة؟ ولا نسيتي دعوتك على اختي جميلة؟ تاخذ مشهرة ها؟ والمزرعة خايسة مثل قلبك. ما برد عليك، احتراما لدعوة معابد. الله برحمتك يا رب. يا ام عابد ما تظل هذه التهمه فرق وقتك ليل تموتي. ايش قال لك هالخايس؟ ام عابد تعبتي من المشي؟ تعبني اللي سمعته يا ام فاهد. وايش اللي سمعتي؟ ما علينا من اللي سمعتي يا عبد الحليم. المهم أنا خبرت خميس يشوف لنا بيدار للمزرعة غير عن ضال. زولة الزولة، قولي لي كيف رجلك الحين؟ أهون؟ أنت تشوفيني لايقة في البيت يوم زاهد عشان تخف وتقول أهون؟ هاي دوم اللي ألاقي بطلع البيت. الله يهداك يا معابد، ما تريحين نفسك. يا ريا جيبي قهوة حق خالتك معابد. ما عادت تهمني لا دعواتك ولا غضبك يا معابد. وقفتي في وجهك اليوم تعلمني كيف اوقف للحارة كلها. وراويني ايش بتسوين يا معابد. معني زين يا ضاوي، كلام يوصلك ويتعداك. لا انا ولا اخوي سليمان نباخت. بس أخوك سليمان خطبها مني. أنا قلت ما نباها يعني ما نباها. سمعين انتي، أخوك سليمان بياخذني يعني بياخذني، بغيتي ولا ما بغيتي.
حامض على بوزك. لحظة يا سمعين، مشكلتي اني ما اعرف اضم اللي في قلبي عليه. اكرهها. خلي سليمان يملك عليه وانا بعلمك يا سر. تبغاني اكبر على وجهك وزوجك بنتي وام عابد والتاجر مخزوم يبون هالاولادهم سر. السلام عليكم. كذا هيش يرد السلام. حي الله بالنوخذه. حي الله. وانت من كلمك ها؟ حي الله بالرجال الشقعان. باوي ليش مودر المزرعه؟ انت ودرت محمل هين كبرى قاعد تعاتبني ليش ودرت المزرعه؟ بودرها كيفي حر وامشي شور راسي. والأمانة اللي وعدت عابد انك تحافظ عليها غليها لك يا شارد. زين سويت يا اخوي؟ بعدني ما سويت شيء يا اختي. الين ما اخذ حقك من معابد ما برتاح. عساك ذخر لي يا اخوي. تعال انت من هين جاي؟ جاي من عند بردان. بدران. كم مره اقول لك لا تروح حق بردان ولا حران ولا حتى مثلج. منو هذا بردان؟ بدر ولد عابد. شفت يا اخوي انا اشتغل طول النهار بالبيت هم يحطوا من مكان لمكان. ايش هناك؟ ايش فيها ام علي؟ ام علي اللي تصن راسك يا الدب. ما تدري ان هذه دعوه تفلق الظهر؟ لا والله حشي ما حد قال لي. كل حد يعرف هالشي. ولا انتوا بس زينين تعذبون في اختي؟ اسمعني زين، سنع اولادك عدل وخلهم يقابلون اعمارهم. جميله ما خادم لهم. ان شاء الله ولا يهمك. وما على جميلتنا الجميله الا الامر والطاعه وعلى راسنا بعد. بالندر الجوال ينتفع بالذكر والنوائب وكأن قد علقت كل خالب المريض وانقطعت منكم علائق الأمور. يا الله يا رب تهدي النفوس وتديم المحبة في القلوب وتديم نعمائك علينا يا أرحم الراحمين. يا الله يا وانقطعت منكم علائق الحزن ودهنتكم.
عليكم بالله بعد حلوة. نعم طال عمرك نعم، وهذه الحلوة مخصوصة علشانك انت طال عمرك. الحين ضاوي طلع الورث ها من هين يابه؟ روحي ما سمعت عن ضاوي صار هنجري، يعني من الهناقر الكبار. عنده حال حلوة وعيوش ومكابيز. طال عمرك من شغله طال عمرك بيدار مزرعة. أنا إيش دراني؟ ضاوي ريال وبيعرف كيف يدبر لعرسه. إيه على طاري العرس، أنت نوبة متين بنفرح بك وبتعرس يا فلاح. قايل إنه بتروح تفكر، أشوفك روحي لا فكرت ولا رديت علينا بشي، لا بعوية ولا بملتوية. أنت بس عزم وإحنا إن شاء الله بنسوي لك عرس أحسن من عرس ضاوي بألف مرة. جايبت لكم عشاء. مشكورة الجارة، ما تقصري. شليت حال بيتنا ثلاث بلاوات، حال باكر أقصاتنا هي. الله أكبر، كل هذا من عرس ضاوي؟ ذاك الأكل والخير يا أبويا، خير خير كثير. الله أكبر، كذا بيدار كيف لو كان شيخ حارة؟ يقولون إن العروس بنتاجر عود، ولا ضاوي كحيان حليان ما حيلته شي البر. وش اللي عجب هالتاجر بضاوي؟ الله أعلم. ها تبي العشاء ولا أودي بيتنا حل ورا باكر؟ بكرة الغدا أنت تطبخينا. بس أنا ما أعرف أطبخ. تبي الصراحة أنا بغيت أتعلم الطبخ قبل العرس بأسبوعين، بس أبوي ما طاع وقال لي إن الريال اللي بياخذش غصبا عن عينه هو اللي بيطبخ، وقال لي بعد إن هذا الشرط مكتوب في عقد الزواج. إيه هذا شرط أبوك في عقد الزواج، أنا ما أنكر، بس أنتي بعد لازم تتابعين شغل بيتك. هيا الآن ليش متزوجنك؟ عشان أعطيك رأيي في طباخك. يلا بالعافية. زاهد زاهد، ليش سويت كذي؟ أوه إيش يعني؟ كيفي، لأني حر نفسي وما حد إلا مر علي. كيفك ها؟ كيفك؟ ما قلت هالكلام لأمي؟ أمي؟ أمي أصلاً ما تفهم كلامنا، دام أم عابد هي راعية هذا البيت. ما يمشي عندي، انا لا علي لا من ابوك ولا ابو ابوك، انت حرمتي وملزومه تطبخين، فهمتي؟ فهمت وعلى عيني وراسي. بس ما عندي بسبسات، انا كلمتي واحده. زين يوم بي ابوي يلا بالعافيه باخذ شورف اللي انت قلته. تاخذين شور ابوك؟ الشيمة لا تيبي إلا طاري. بفهمه أني لازم أقوم بواجب بيتي وزوجي. لا 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 خليه، عساني ما أكلت، إن شاء الله بطني خيس ويأكله الدود، ولا أني أخليش تطبخين وتتعبين. يا حظي الغالي يلي
يلي مثل السماء عالي. هاي طلعت نجمة المسافر والغاي. يا نجمة سلميلي على ولدي عابد من حقت ما يكون، وقولي له قولي لأمك مشتاقة إنك وتحاتيك، وخلي يرد لي بخير وعافية. الناس قاموا يسوون خبولي. الناس كلها خايفة من هذا الإيرام. ترى صدعتي لي راسي. ايش قلتي؟ قلت الإيرام دخل الحارة. الإيرام دخل الحارة؟ ها؟ يا الله يا الأولياء، ثيبة اليوم يومكم، يا اللي تشلون الطايح، يا ساكنين عندنا وعند جيراننا. وبي الصوت بدأ يتقرب. وبي
أقوم ويا أحسن لي أقوم أتشاهد على روحي، وأحسن يوم اللي عاد أموت أموت شهيدة. أنا خايف ولدي بوصيك وصية، تعال عندي، تعال عندي. بتوصين؟ لازم. يا عين نسمع اللي برد قلوبنا يا عابد. اللهم لا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين. خلوا سلاحكم في دينكم وتوكلوا على الله. يلا يا جماعة توكلوا على الله. يا جماعة صحيح ان عددنا قليل، بس بهمتنا تكاتفنا راح نقضي على اليرام واعوانه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذا سبيل، سبيل لا يكون اليرام وراه. استعدوا يا جماعة استعدوا. البشارة يا اهل الحارة، البشارة. أنا قتلت الإرهاب، قتلته. طب هذا إيش يقول؟ قتلت الإرهاب، قتلت الإرهاب وقطعته قطعة قطعة، قتلته. إذا متنا باثنيننا كان الله يتولانا برحمته، وإذا عشت أنا عقبك كان علي بسوي لك كل أسبوعين ختمة، وإذا عشت أنت عقبي كان هناك 800 قرش مدفونات في الحوي. 800 قرش ويوم أطلب منها تحلف بالحريقة ما عندي ولا قرش. توبة توبة منش. لكن بي الإيرام وبيقتلنا كلنا، وبي أبوي وبيلقى الغوازي وبيعرس بهن. كيف؟ لا لا لا، ضمي من وراي، ضمي. هين الشاول، هين الشاول. ها؟ ليش؟ أبوي هبوبة الدنيا غاوية وأنا بعيش. شفتي ينون بدر وأخوه؟ إيش صار؟ يعني ما نسمع الأخيول ولا الطبول ولا شيء؟ ما شفتي زاهد هنا الحين؟ يعني ما بقي يحمينا لليهال بدر ومخزوم؟ خلك هم الرقابة. بدر أبوي هين اليرام. اليرام طلع كلب، طلع كلب وبن كلب بعد. زي من سبيل دور حد يداويه، أهل الحارة ضربوا الضرب. بالحظ إذا عاشي وبيت. معقولة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. زي مشكور أخ حسن، أحسن مشكور. الله لا حلك ولا براك يا سبيل السبالو. يعيب كلب تخوفنا به؟
خلي تقبضك يدين، خلي تقبضك يدين. وي نسيت اني يديني دافي الدرهم. لا حول ولا قوة، هاي مينون ما بصاحي، حد يصدقه الا انا. تصدق عاد دفنت روحي في التراب علشان لما يجي لي راه اقبضه من رقبته. هاي خطه، هي خطه عاد، هاي خطه. وهاي قبر الميتين الحين بتطلع منه، ما هي هذه الخطه؟ خطه وطلعت فيها مغيبه. ما 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 مغيبه مغيبه ما ما مغيبه 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 وابوي وابوي راشد راشد لحن ابوي بلا مغيبه ولا عندي خبر. راشد توكم الحاله خلاني وحدي. راشد ابوي راشد هاتوني اياه أباهني في هالمجلس. حاضرين يا شيخ، بنجيبه. خلوه في حاله، خلي الحكي هذا يجي من غيرك يا فلاح. صدقه الشيخ صدقه، اللي من عائلتنا يقعد والباقيين قدامهم الرحمن. حياك الله يا شيخ غيث، حين بنصير نطمن أولادنا. قول كلامك للكل. نحن أولاد عمومة وما اريد حد يتدخل ما بيننا. انت خليت فيها اولاد عمومه ناجم وعبد الحميد والبقيه هنا وهناك، ما خليت لاحد مكان بيننا. ما يبون نسمع حكيهم. ليش؟ ما احنا اهل حاره واحده وغيث شيخنا كلنا. كلامهم معروف على الهرام ودعوة أم عابد. إنزين وصدق دعوة أم عابد؟ يا جماعة هذه إنسانة ببروكة ودعوتها ما تطيح الأرض. أنا أقول إنه سمحوا لي أنا بلحق على سبيل وأشوفه كيف حالته. أنا أقول يا خميس سلم لي على ضلوعة سلم. فصوني فصة فصة، قطعوني قطعة قطعة. الله لا بارك فيهم وانت بارك معهم معهم انت معهم. فيك بارك انت تضحك. بطرشك مكان بطرشك مكان. بتمشي بتمشي. انا توبة توبة صدق توبة. هات هات ظهرك خلنا اداوي. هات هذه سوى تسويها يا الخملة، خلوني احززها. بغيت تحززني بعدها بغيت تحززني. أهل الحارة قاموا بالواجب. اطمني اطمني. ما قصروا أهل ما قصروا أهل الحارة، دلعوني وحببوني. صدقك والله صدقك، شفتهم أنا بعيني. نعم شفتهم. شفت الحلال اللي طلع منهم. عيال يقولوا ما في الدنيا غير حنان الأم. بصير أجيب لثياب يبدل هالمتقطعات بفوق. المتقطع ظهري اللي ما حد يلا. ما بثياب ما بثياب، أريد أخذ. ما تبى تريحنا من سوالفه؟ ترى الخوف لاعب فينا لعب. الخوف زين يورث الاحتياط. ايش معنى اللي سويته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقت اللي طلعت في الحارة كلها على الصوت بتفاقتهم وخناجرهم،
عليكم انت تطلع وتحلق راية فوق باب البيت. سيدي ومذكرتين، سيدي ومذكرتين. هذي أبي دين فلاح. أنا ناجم، ناجم ولد عمك. تعال يا فلاح اقعد ينضمي هني. كنا أخوان يا غيث، قول إيش عندك. أنتوا تعرفوا إيش اللي عندي وسبيل اللي سواه، القصد منه شر ومعابد تبذوا بالخلاف اللي بيننا. إذا هذا قصد معابد فهو خير ما شر. خير؟ اتروعنا باليرام وتقول خير؟ اها، ان عرفت السالفة. ام عابد هي اللي مطرشة سبيل علشان يروعنا باليرام. خوزي عدني، خوزي هلكتيني. ما بخوز عنك، ما قبل ما تخبرني هاش اللي على تفهم ما بيتي. بيتك؟ من هير استوالك بيت لأمس بالزوج امك. والله بيت زوجي بيتي. داخل على طمع. اللبة، بالعكس انت اللي طمعان في مال ابوي. ودريني ايش هذا؟ تبى تعرف حوة وعروقها. انت لازم تقولي، بتقولي ولا لا؟ عرفت جنية وابتليت بتش. كان شيء جنية ضاوية. حرز، حرز، نعم حرز. هذا حرز يبعد عنا الشياطين والجن وأولاد الجن. يعني هذا الحرز هو اللي بيطز عين اليرام عن بيتنا. والله ما حد لحرز أشكالها كذي. لا كذي كذي، هذا نوع جديد. معلم عياد منزل حروز أشكال ألوان. نعم نعم أشكال ألوان. أنت تعرفين معلم عياد؟ حش علي ما أعرفه. أحسن أحسن. وش فيك يا ليل الجراح ما جبت أخبار
مر الحزن.